بعدما حكم القضاء المصري لصالح الفنانة زينب بقبول دعوى إثبات نسب طفليها إلى الفنان أحمد عز، طبعا دخلت القضية التي مش ناوية تنتهي طبعا فصلا جديدا. الفصل الجديد من القضية المثيرة للجدل كان باستئناف عز واعتراضه على حكم المحكمة، هو ما يسمح به القانون المصري. اللي هيقوله القضاء في الاخر هديله تعظيم سلام. اللي باكده عليك بقى في الاخر وباكده لجمهوري او للناس اللي يهمها الموضوع، ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه والحق هيظهر هل فعلا سيرفع احمد عز تعظيم سلام لقرار المحكمه؟ هي قصة مد وجزر وغالب ومغلوب، إنها قصة أحمد عز وزينة التي تعود إلى الواجهة من جديد، وفصل جديد من فصول مسلسل لم تعرف نهايته بعد. عليها إشاعات إن أنا اتجوزت واحدة متجوزة وهي مستنية تطلع عشان اتجوزها. أنا شخصيا قريت لك 10 جوازات مثلا بأسماء 10 فنانات ومخرجات فسخا، فكلمه في التليفون أقول له أنا عملت بس برضه يعني مفيش دخان من غير نار. فبعد الصراع الطويل بين زينة وأحمد عز حول موضوع نسب الأطفال، وبعد أن أصدرت المحكمة حكما بنسب أطفال زينة لأحمد عز وأعطائها الحق في استخراج شهادة الميلاد للتوأم والأوراق الرسمية الخاصة بهما، استنكر الأخير القرار الصادر من قبل المحكمة مشيرا إلى أنهم لم يأخذوا الدلائل والاقتراحات التي قدمها بعين الاعتبار. وبحسب القانون يحق لعز الاستئناف خلال 40 يوما من صدور الحكم ودراسة حيثيته. ممكن الكلمة دي يعني تزعل حد، بس أنا عايز أجوز حد زي أمي. زينة التي اشتركت مع عز في فيلم الشبح قامت بدور فتاة تساعد البطل في استرداد ذاكرته، ثم ما لبثت أن وقعت في حبه. بص يا زينة، أي حد يا زينة إلا أحمد، أرجوك ابعدي عن أحمد. يعني أي حد تاني. الله عمال أقول لها كده معرفش إيه. بقولك ابعدي عن أحمد. ووراء الكواليس ثمة علاقة بدأت وحكاية حبكت وورقة ربطت بينهما بزواج عرفي بحسب ما قالته البطلة عن قصتها الحقيقية مع عز. وعن هذا الموضوع الشائك ومواضيع فنية أخرى تنضم إلينا في الاستوديو سوسي وارتانيان رئيسة تحرير مجلة ليالينا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير سوسي. صباح النور. ما هي الموضوع يعني لخبط الكل، ما حد عارف هنا مين الصادق مين الغير صادق. فمظبوط، يعني مثل ما هالقضية شغلت الرأي العام المصري والقضاء المصري لمدة سنة ونص، فعلا في مواضيع كتير شائعة لنا سنة ونص نسمع بطعن واستئناف بالحكم. طبعا في يعني مثل ما كنا بنعرف انه بعد سنة ونص زينة كانت يعني طبعا في رسائل واتصالات هاتفية بتقول انه هي كانت لما كانت بأمريكا حاولت كتير مرارا وتكرارا انها تقنع أحمد عز انه يعترف بأبوية الأطفال. طبعا مثل ما الكل صار يعرف انه ما قبل واعتبر انه حتى ما كان في بيناتهم اي علاقه، مع انه كان في مثل ما قلنا في ادله كثير واضحه انه كانوا مع بعض بشهر العسل مثل ما حكيت زينة. مثل ما بنعرف انه بشهر يونيو الماضي المحكمه القضاء المصري اعلن ابوه يعني نسب لاحمد عز، وبحق زينة انها تقدر تطلع اوراق ثبوتيه للاولاد. رجعنا مجددا من كم يوم استأنف أحمد عز الحكم، ب 10 أكتوبر رح يكون في طعن بالحكم، رح يكون في جلسة ب 10 أكتوبر. طبعا ما بيقدر غير يطعن بالحكم غير ما يكون في عنده مثل ما بيقولوا أدلة وبراهين. دفاع أحمد عز يعني فريق الدفاع عم بيقول إنه طبعا عنده كتير حيثيات حول ليش قام بطعن، منهم إنه في تناقض بأقوال زينة، منهم الاتصالات الهاتفية يعني الإشارات للهواتف. يعني زينة بتقول كانت بمنطقة يعني حفل الزفاف صار بمنطقة بينما هو كان أحمد عز بالمعادي وهي كان بمدينة النصر، فرح ياخدوا طبعا بعين الاعتبار الإشارات الهاتفية. في كمان حارس بناية أحمد عز بيقول لي له 12 سنة بيشتغل عنده، بيقول أنه بحياته ما شايفة لزينة. طبعا أكيد رح يكون بالنهاية. هل تحسي أنه كل واحد مخبي أوراق
الورق يعني شوي شوي يعني في يعني كل واحد بيطلع الاوراق اللازمه وقت اللزوم يعني المشكله بدل ما كشف يعني ما حد كشف كل الاوراق مزبوط يعني. ما هي المشكله انه اذا اللي ما فيت بتفاصيل الموضوع او القضيه بيقول انه كان بكل بساطه في احمد عز يخضع لتحليل الدي ان اي وينهي القضيه بس للاسف يعني ما بعرف احمد عز عم بيقول ما رح يخضع لفحص الدي ان اي باعتبار اذا قبل انه يخضع معناتها انه هو عم بيقول كان في علاقه بينه وبين بين زينة فرح ننطر لاكتوبر شهر اكتوبر يعني 10 بعد شهر ونص تقريبا مسلسل هو بالضبط فيمكن كمان هي تتابع لمسل يعني احد الشيء صار مع احمد فيشاوي من قبل كمان وبسنين يطعن واخر شيء طلع الاولاد على سيرة احمد فيشاوي واحمد عز يعني يمكن نرجع نقول انه الفيلم كان رائع جدا 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 يمكن اذا كان في وقت في اخر الفقره فيلم ولاد رزق طبعا أولاد رزق مظبوط فعلا كان رائع جدا يمكن تفرجناه أمس بالصدفة برضو ما كنا عارفين أنه مهيرة ننتقل يمكن لخبر أحلام ايش ممكن تقولين عن طبعا يعني حفل الفنانة احلام امبارح كان بمسرح اولمبيا بباريس طبعا كان حفل مثل ما شفنا على صور بعد ما لحقنا نشوف تفاصيل الحفل بس شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي فعلا كان اللي فينا نقوله مهيرة وفزل انه القاعه او المسرح له خصوصيه يعني طبعا اي حدا بيعتلي هذا المسرح يعني يتم انتقاء الفنانين اللي يقدموا حفل يعني كثير قليل فعنا مثل طبعا كثير فنانين عالميين قدموا هذا المسرح عندنا داليدا الفنانه الراحله عندنا من العرب كان في عندنا ست ام كلثوم عبد الحليم فيروز بعتقد احلام كانت اول فنانه خليجيه وفعلا يعني مثل ما بيقولوا عاده هلا تعودنا على الفنانين عم بيزوروا صور الحفلات بس بعتقد اللي عم نشوفه واضح جدا طبعا هي احلام كانت ذكيه استخدمت لايف بيريسكوب يعني اللي هي بالبث المباشر فما كان في تلاعب ما في مجال طبعا كانت متألقة مثل عادتها وكانت لابسة فستان كثير حلو من فالنتينو مثل ما شفنا بالضبط فتعتبر يعني أحلام أول فنانة خليجية وبنقول لها مبروك النجاح فينا نقول غير هيك صوتنا إلى صوتك وسريعا ننتقل إلى الختام تم تكريم عدد من الفنانين على رأسهم حسين الجسمي أخذ أعلى وسام من ملك المغرب بالإضافة إلى سعد المجرد أيضا وهاني شاكر مظبوط وإحنا شايفين الآن الصور الآن تكريم سعد المجرد طبعا مثل ما كنا بنعرف مهيرة انه في علاقه كثير وطيده مثل ما نقول بحسين الجسمي مع الجمهور المغربي وغنى كثير اغاني مغربيه بيقول دائما هو بيقول انه عنده علاقه خاصه بهذا الشعب المغربي طبعا صاحب جلال الملك محمد السادس بمناسبه عيد ميلاده 53 واللي بيثائب كمان بعيد الشباب المجيد كرم مجموعه من الفنانين كان على راسهم الفنان الاماراتي حسين الجسمي طبعا نحن بعد التكريم حاولنا اتصلنا بالمكتب الاعلامي لحسين جسمي طبعا قال انه هذا الوسام بالنسبه له وسام على صدره وطبعا خاصه بوجود سمو الشيوخ سمو السيف شيخ سيف وحمدان فبعد الحفل اجوا مسكوا الاوسمه وقالوا له ان انت فعلا خير ممثل للامارات هو تكريم طبعا للامارات كمان للامارات طبعا ومتمثله في شخص طبعا حسين الجسمي رسمي. شكرا أكيد. جزيلا طبعا لسوسي ورتنيان طبعا الحديث في الفن لا ينتهي بس أكيد سيكون لنا وقفات أخرى معك مع سوسي ورتنيان رئيس التحرير مجلة نشكرا. شكرا جزيلا لك